الوقت عارفين ان مواسم الموضة بتبقى ايه حسب الفصول، خريف صيف شتاء ربيع وهكذا، لكن في موسم كمان مهم جدا جدا عندنا احنا في العالم العربي وهو موسم شهر رمضان الكريم. على فكرة هو موسم خير وحاجات جميلة جدا طبعا على رأسهم العبادات، لكن كمان مش ممكن ننسى ان هو موسم موضة. وعلى فكرة الموضوع حكاية الموضة دي الرمضانية مش موجودة أبدا في أي مكان إلا عندنا هنا في مصر، علشان كده التصميمات بتبقى شرقية من بيئتنا وثقافتنا. وبصراحة يعني مش هخبي عليك وأنا بحب جدا شغل أزياء رمضان، وخصوصا لما بيبقى كله زخرفة وتطريز وفي تجديد بيكون موجود فيه كل سنة. علشان كده معانا النهارده فقره هتعجب حضراتكم جدا، هتشوفوا معانا احدث تصميمات رمضان 2023، ومنورانا النهارده مصممه الازياء ياسمين عيد. ازيك يا ياسمين؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيبه طبعا. وانت طيبه وبالصحه والسلامه. الف مبروك على كولكشن رمضان. الله يبارك فيك. قبل ما نبدا الفقره كده شفت يعني شويه تصميمات جميله وهنمتع بيها كل المشاهدين والمشاهدات طبعا، لكن الاول كده قولي لي يعني شايفه ازاي موسم رمضان في الفاشن السنة دي؟ أنا شايفة على فيسبوك وعلى إنستغرام كل بيوت الأزياء على الأقل المصرية تمام وغير المصرية برضو منزلين كولكشن يعني بكثافة شديدة. تمام. بصي هو طبعا شهر زي ما انتي قلتي في المقدمه شهر الخير والعزومات، فطبعا احنا كستات بنحب نروح العزومات بايه؟ بحاجه يعني انتي لابسه حاجه مختلفه. عبايات رمضان طبعا السنه دي متصدره الطب، وكمان احنا عملناها بكذا طريقه. ابتدينا ندخل الحروف العربي، ابتدينا ندخل الكنارات الهندي، ابتدينا ندخل الحاجات اللي من التراث الاسلامي مع موضه رمضان. طبعا هو الشهر ده احنا بنستناه من السنه للسنه علشان اللبس ده. لبس رمضان السنه دي مختلف واحسن جدا من السنه اللي فاتت. انا حاسه في طفره كده. لان في تنوع كتير والوان بالظبط. كمان هو طبعا رمضان بيختلف من السيزون اللي بيجي فيه عامه، بس السيزون السنه دي جاي برده بالوان حلوه قوي. بحب رمضان قوي لما بيجي في الصيف عامه، لان بيبقى فيه فوشيا بقى واخضر والاصفرات والحاجات دي. مع ميكس العبايات بتبقى تحفه، يعني العبايه السوداء خلاص ما بقتش ترند قوي زي الالوانات اللي ولا حتى جدا. شكلها المعتاد ولا طولها المعتاد بالزبط. احنا غيرنا فيها كمان بالظبط. ابتدينا ندخل بقى ميكسات الحاجات اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. ابتدينا ندخل حاجات كتير قوي في العبايه بحيث ان هي انت ما تحسيش ان هي يعني دي حاجه للخروج اكتر كمان من البيت. طيب هنبدا نشوف اول موديل معانا النهارده وهنرجع نتكلم تاني وتقولي لنا ايه الترندز برده السنه دي والالوان، بس يلا نبدا نشوف مع بعض. يلا بينا. ياسمين جايبه لنا ايه؟